قديش تم تزويدها بالأجهزة اللازمة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعندما تتوفر هذه الإمكانيات تتمكن الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية من متابعة الأمور بشكل دقيق أكثر وبشكل فعال أكثر. دكتور رشاب، أرجو أن تبقى معي لأتحول إلى رام الله أيضا يعني لنستشف رأي الدكتور محمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام في جامعة القدس. أهلا بك دكتور عوض. يعني إذا سمينا هذه الحالة بالصيد الثمين التي حققها الجيش اللبناني عبر مخابراته، يمكن تسمية ذلك في المقلب الآخر بالضربة القاسية للموساد الإسرائيلي؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهدين. للتصحيح فقط، اسمي أحمد رفيق عوض وليس محمد رفيق عوض، لا لا غير، ليست محتجا على ذلك، بس للتصحيح ليس إلا. نعم، أشكرك على التصحيح. نعم. ثانيا، ما يحدث في لبنان حقيقة ويحدث في فلسطين ومناطق أخرى، هذا يطرح سؤال ليس فقط أمنيا وإنما أيضا على المستوى الحضاري والكبير، بمعنى المهزوم والهازم، الغالب والمغلوب، هي ثنائية الغالب والمغلوب، وبالتالي يجب أن لا نجلد أنفسنا بأن ما يحدث طبعا عار وعيب وإلى آخره، ولكن أيضا يجب أن نفهم الظاهرة في حدودها وحجمها وأن نهاول منها. هناك نجاحات حقيقية في لبنان وفي غير لبنان، والبعبع الكبير الذي تعودنا أن نسمعه عن انتصاراته وإنجازاته يعني في الآونة الأخيرة أصبح يعني يتراجع والعكس ينكشف تماما. على كل يعني أنا أريد أن أتحدث هنا عن الصحافة الإسرائيلية كيف تتناول هذا الحدث. الصحافة الإسرائيلية عودتنا أنها لا تتكلم ولا تنبس بنت شفا ولا تعلق على ما يحدث من هذه الأمور. يعني كانت ربما الصحافة الإسرائيلية لعبت دورا هائلا في قضية الاغتيال المطفوح، لأن المسألة لم تتناول الصحف الإسرائيلية هذا الموضوع خشية من الكيان الإسرائيلي من اتهام الدولة اللبنانية له بخرق القرار 1701، أم هناك أسباب أخرى دكتور عوض؟ هناك أسباب كثيرة. لا يجب أن نعرف أن الصحافة الإسرائيلية مجندة تماما وهي بوك من أبواق الحكومة الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية الرسمية. الصحافة الإسرائيلية مجندة تماما، وعلى عكس ما يعتقد أنها ديمقراطية وليبرالية، هي كذلك عندما يتعلق الأمر بالشؤون الداخلية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشؤون الخارجية والسياسة الخارجية لإسرائيل فهي تتجند تماما للرواية الإسرائيلية الرسمية. وبما يخص تماما نشاط الاستخبارات العسكري الإسرائيلي خارج إسرائيل فإنها تلتزم الصمت ما لم يكن المسألة تأخذ أبعاد دولية ويعني فضائحية. أما هذه الحوادث فهي لا تتحدث عنها إطلاقا. نعم. لأسباب كثيرة، ليس فقط لأنها تخترق القرار الدولي الذي ذكرت، وإنما أيضا لأسباب أمنية أخرى. سأعود إليك دكتور عوض بطبيعة الحال، عودة إليك سيادة العميد، يعني لنتحدث أيضا عن أهمية الموقع الذي شغله العميل المضبوط من حيث المكان والأجهزة وأيضا يعني المعلومات التي قدمت والمعطيات التي يعني ربما أصبحت في يد الاحتلال الإسرائيلي. لو أخذنا السيرة التقنية للعميل شرب الأزي لوجدنا أنه مهندس في وزارة الاتصالات. نعم. ليس في وزارة الاتصالات حاليا، بل كان موظفا في وزارة البرق والبريد والهاتف ما قبل بالسبعينات تقريبا أو بال75. نعم. ومن ثم منذ نشأة الشبكة الخليوية شركة سيلس كان مهندسا في شبكة الاتصالات، ومن ثم تابع مع شركة ألفا. هذا العميل نشأ وترعرع وتربى مع الشبكة الخليوية، وبالتالي من خلال نشأته وتربيته مع شبكة الخليوية هو على اطلاع وعلى علم بأدق تفاصيل الشبكة من الناحية الفنية والتقنية. أما مركزه فقد كان رئيسا لشبكة تسمى البي تي اس، والبي تي اس هي اختصار لكلمة بيز ترانسيفر ستيشن. نعم. هذه عبارة عن محطة مؤلفة من أجهزة اتصال إرسال والتقاط بالإضافة إلى أجهزة مراقبة. هذه الأجهزة ترتبط مع عشرات بل مع مئات المحطات الصغيرة
التي نراها على الأبراج وعلى سطوح الأبنية وعلى المرتفعات التي تتصل مع المشتركين في أي منطقة كانت. فبالتالي جميع المشتركين يدخلون على المحطات الصغيرة التي بدورها مرتبطة تقنيا بواسطة لينك فايبر أوبتكس أو مايكروويف بالمحطة التي تسمى البي تي أس، والتي بدورها متصلة بالمقسمات. وبالتالي يكون أي مشترك موجود على كافة الأراضي اللبنانية يجب أن يمر في هذه المحطة، المحطة الرئيسية. طيب دكتور عطوي، يعني يمكن أن يتوقف الأمر عند حدود هذه الأجهزة، أي أجهزة الإرسال الخلوية، أم لا يمكن أن يتعدى ذلك إلى أيضا الأجهزة الثابتة؟ صحيح، لأنه ليس فقط شبكة الهاتف الخلوية ألفا، بل الام تي سي كذلك الشبكة الثابتة، لأنه نحن بنعرف كليتنا ممكن من خط ثابت نطلب شخص عنده خط ألفا، كما أنه ممكن من خط ام تي سي نطلب شخص آخر معه ألفا. كما أنه الألفا ممكن تطلب شخص ثابت أو شخص في الشبكة الأخرى اللي هي الام تي سي. وبالتالي جميع المعلومات على كافة الأراضي اللبنانية هي كانت بمراقبة هذه المحطات، يجب أن تمر بهذه المحطات، ومن خلال هذه المحطة نستطيع أن نراقب كافة المعلومات من صوت، من SMS رسائل قصيرة، من رسائل ملتي ميديا، من الانترنت، من الفيسبوك، أي شيء يمر في هذه الشبكة هو معرض للاتصال. طيب يعني الدكتور عمر نشابة، هذا الخطر إذا تعدى مسألة شبكة الاتصالات ألفا إلى الثابت إلى أيضا الشبكات الأخرى، هذا الشيء برأيك ألا يقوي من حق المقاومة بحماية شبكة اتصالاتها؟ نعم طبعا طبعا طبعا، هذا أمر محسوم يعني بهذا الإطار، ولكن أريد أن أكرر أن هذا الشخص يبقى مشتبه فيه، ولا يستطيع أحد ولا يجوز أن يحسم أحد بأنه عميل سوى القضاء المستقل. نعم. فهذه مسألة يعني الأجهزة الإجرائية وتقوم بواجبها، ولكن الذي يحسم